بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه والاخوات السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البرنامج الجديد اللي طلقنا عليه اسم ما كاين باس. في هذه الحلقه التقديميه غادي نحاول نطرقوا الى الهدف او الاهداف اللي كنتوخاو التحقيق ديالها عبر التسجيلات المرئيه، ونتكلموا في واحد الموضوع او بالاحرى واحد الاشكاليه اللي يمكن تواجه الناس في واحد المجال مهم من مجالات الحياه، الا وهي الصحة. لا يخفى على أحد على أن الصحة تعد من أولى اهتمامات أفراد الدول، كما تعتبر مؤشر رئيسي أو مؤشر مركزي على تطور ونماء مجتمع معين، تماما كما هو حال باقي مؤشرات التنمية البشرية كنسبة التمدرس أو نسبة البطالة أو الدخل الفردي إلى آخره. ومن أهم العوامل اللي كتساعد في الرفع من مستوى وجودة الرعاية الصحية وتحسين ظروف العيش الصحي وتشجيع الولوج إلى الخدمات الصحية وانتشار السلوكيات الصحية السليمة ومستوى الوعي أو مستوى الثقافة الصحية لأغلبية الأفراد اللي كيكونوا هذا المجتمع، بمعنى أنه إذا كانت ما يمكن الاصطناح عليه بالأمية الصحية منتشر كثرة في هذا المجتمع، فلا يمكن التعويل حصرياً على الإمكانيات المادية والبشرية لتحسين المؤشرات المرتبطة بالصحة، بل إن العكس يبدو أقرب إلى التحقق، بمعنى أن انتشار الثقافة الصحية السليمة والوعي الصحي كيدفع المجتمع إلى الضغط والمطالبة بتحسين وضعية صحة الأفراد والجماعات وتوفير جميع الشروط الكفيلة بتقديم أو بتقريب الخدمات الصحية المختلفة من الناس في مكانه. المجتمع المغربي ما كيشكلش استثناء، ومن المؤسف ملاحظة تفشي هذه الأمية الصحية حتى وسط الطبقة المتعلمة. هذه الحالة المؤسفة كتساعد على انتشار ما يمكن نطلق عليه بالخزعبلات أو الإشاعات وعدم أو سوء فهم لعمل الكادر الطبي، وانتشار معلومات مغلوطة كتهم مواضيع ومفاهيم أساسية من قبيل الصحة والمرض والطبيب والعلاج والوقاية والغذاء والنظافة إلى آخره، وهي أمور يجب أن تكون معلومة بالضرورة ولو في حدودها الدنيا. إذن الهم الأساسي لهذه التسجيلات المرئية غادي يكون هو محاولة توضيح وتفسير وتبسيط هذه المفاهيم من منظور أحد المتدخلين في هذا الميدان، لأن مفهوم الصحة يتخطى مجال عمل الطبيب أو باقي المهن المرتبطة عطويا بالصحة إلى كل ما له علاقة بسلامة الإنسان النفسية والغذائية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى غير ذلك. وقبل ما ننهي الحلقة لابد أن نتكلم على واحد جوج من نقاط تقنية مهمة اللي كتوضح طريقة العمل وكيفية التواصل مع البرنامج. النقطة الأولى هي أن الموضوع أو المواضيع اللي غادي يتم التناول ديالها في هذه التسجيلات المرئية سيتم تناولها كما قلنا بطريقة مبسطة خالية من التفاصيل خالية من التعقيدات. On va faire ce qu'on appelle de la vulgarisation médicale. ويمكن الإخوة والأخوات مهني الصحة يلاحظوا أو يظنوا بأن هناك تحايل على المعلومات أو تغييب لبعض المعطيات العلمية. الأمر غادي يكون بتلك الحدة، لأن الهدف كيبقى هو الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس بغض النظر عن المستوى ديالهم الاجتماعي أو التعليمي. النقطة الثانية هو أنه مباشرة بعد إذاعة الحلقة غادي نقوموا باستقبال الاستفسارات والأسئلة والاستيضاحات حول موضوع الحلقة عن طريق الرسائل الخاصة عبر حساب الفيسبوك بالنسبة للناس اللي كيحبوا يحتفظوا بالخصوصية ديالهم، أو مباشرة عبر حائط الصفحة نفسها. وغادي نحاولوا عبر تسجيل مرئي آخر الإجابة على معظم هذه الأسئلة بطبيعة الحال في حدود المستطاع. من الأفضل تكون هذه الأسئلة مختصرة مكتوبة باللغة العربية أو حتى باللغة الفرنسية، مع تجنب كتابة العربية بالأحرف اللاتينية أو العكس. كان معكم الدكتور محمد المجرب، ما تنساوش تبارطاجيو هذه الحلقة وأيضا الصفحة المخصصة للبرنامج على الفيسبوك مع الأصدقاء والأحباب. إلى اللقاء، وما يكون بس.